حجية لقول من هو حجة، أما غيره فلا حجية في قوله. هؤلاء ليسوا مراجع مجتهدين. عزيزي، أهل الخبرة هم مجتهدون، أهل الخبرة لابد يكونون مجتهدون وموثوقون. أهل الخبرة مو طلاب، ما عندنا أهل الخبرة طلاب، أهل الخبرة هم أساتذة مجتهدون. يعني حتى اللي درس بحث خارج إذا ما ثابت اجتهاده هو مو من أهل الخبرة. هسه بعض الناس يقول لي والله سيد فلان، سيد فلان هذا يدرس بحث خارج؟ لا، إذا هو مو من أهل الخبرة، مو من أهل الخبرة. هل يوجب للفقيه شنو اليوم؟ كلامك غير واضح عزيزي، عزيزي زيد كلامك غير واضح. شنو هل يوجب؟ هل يوجب؟ هل يجب؟ ما فهمت، كاتبه غلط. هل يوجب؟ ما فهمت، يوجب شنو؟ هل يجوز تقليد السيد الخامنئي؟ نعم عزيزي، ولكن بالرجوع لأهل الخبرة. تروح تقول لهم أريد أقلد السيد الخامنئي وشوف شو يقولوا لك، مو تقلده بكيفك. تقليد مو مصاهرة، تقليد مو خطبة مرة، التقليد وظيفة شرعية لازم تروح لها للاختصاص. أهل الخبرة عنوان غامض لا يستند لقانون معين. عزيزي هذا رأيك، وهذا رأي ما لك القيمة. كيف يقيمون المرجع؟ هل السيد هادي السيستاني مجتهد؟ ما عدي حقيقة، لأن ما عدي معرفة ولا شايفه ولا سأل عنه. وممكن يكون مرجع إذا واحد يسأل عنه، هو وين موجود الآن؟ أعتقد هو خارج العراق. ما رأيك بكتاب نور القرآن للمرجع؟ مرجع من المرجع؟ الشيخ اليعقوبي. عزيز ما عندي الكتاب، خلي يصير عندي الكتاب وأقول لك شنو رأيي. أنا طلعت بعض المخالفات بكتابه، إذا تيجي تشوفه كتابه هذا مال فقه